الساكنة ديال السلام جوج عندنا واحد الضرر ديال واحد الشركة يلا حطت دابا شهرين هادي ودارتني الغبار دارتني عندنا واحد اللباسه كنا كنغوتو عليه والحمد لله والشكر لله دابا مابقاش فيه الماء دابا راه طلق فيه هو الواد الحار ديالو وعندنا ديك الاسمنت اللي هي كتطلق نتيجه الغبار ديال 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 الاسمنت وديال وديال سميتو ديال التوفنا وديال الكياس وكيخدموا ليل ونهار. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى من السلطات المحليه لا القيد والباشا والوالي والعامل صاحب الجلاله وسيدنا الله ينصرو ويرفع علينا هذا الضرر. راه حنا هذا السيد جا حط وسط الساكنه يعني وسط المشروع ديال سيدنا اللي عطانا في 2006 وحنا كنشكروا على هذا على الالتفاته المولويه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الوالي السي مهيديه هو يدخل في هذه النازله هو اللي غادي هذا هو الباب ديالو باب ديال ديال ديال, ديال الوالي هو راجل مزيان يدخل لنا في هذا الشيء راه حنا مضرين. الضرر اللي كيدير لنا هو العينين ما بقاوش عندنا العينين دابا الغبار النوافذ مسدودين الدراري ما بقاوش يخرجوا داك الشيء السيركيلاسيو ديال سميتو وهما جوج شركات يعني جوج شركات داروا مجموعه واحده. حنا مضرين الساكنه بان الغبار والناس عزازه والناس ما بقاش لا ليل لا نهار كيخدموا بالليل وبالنهار زائد الابر اللي هما حفروا في الفرشه المائيه وهذا الشيء غادي يدخل فيه السلطات فهمتي غادي يدخل فيه السلطات في هذوك الابر اللي عملوه لان كيخص الماء كثير لهذا الشيء هذا هو اللي كاين والماء دابا راه طلقوا لنا في الباسه الماء دابا ديالو هو راه طلقوا لنا في الباسه وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يرفع لنا هذا الضرر الناس السلطات المحليه ولا الناس ديال فين كانوا. انا بغيت نعرف غير هاد الناس فين كانوا ملي حطات الراجل هذا فين كان وسوس الساكنه ديال الناس هذا راه لا يعقل راه ليل ونهار خدامين. هادو تقريبا واحد شهرين او لا 3 شهور باش حلوا هنايا طرحلوا من ربما من منطقه مولاي رشيد على ما بالغ الى علمنا ما بان لهم الا هذه المنطقه الاهله بالسكان اللي هي السلام جوج اهل الغلام باش ينجزوا فيها هاد المشروع هاد الوحده الصناعيه لخلط الاسمنت اللي كتشكل واحد الضرر كبير للساكنه. انا كنسكن يعني في الجهه المقابله معهم ما بقيتش قادر نحل الشراجم ديالي الغبره كتدخل علينا لا بالليل لا بالنهار الاصوات ديال المحركات الحفر بالليل وبالنهار زائد لي بروجيكتور ديالهم اللي كيزعجونا بالليل راه كيضربوا لينا في الوسط ديال الدار. الناس ما بقاتش قادره تحمل هذا الضرر هذا لذلك حنا تنجدوا المسؤولين اللي هما السيد العامل ديال عماله اقليم عماله البرنوسي والسيد الوالي مهيدي الله يجازيكم بخير الى ما تدخلوا في اقرب وقت ورفعوا على الساكنه هذا الضرر هذا. هاد الناس قلنا بانهم كيشتغلوا بالليل وبالنهار حتى الناس اللي منحوهم التراخيص راه ما راعوش للساكنه اللي كتسكن هنا. كنا كننتظروا من الجماعه انها تنزج مشاريع اللي هي تنمويه كتعود على الساكنه بالخير فاذا بهم كيجيبوا لنا اللي غادي يصدعنا ويصدع وليداتنا ويكرهنا في السكنه ديال السلام جوج بالليل وبالنهار لذلك رفعوا لنا هذا الضرر في اقرب وقت الله يجازيكم بخير. حنا يعني لجئنا الى الصحافه باش توصل الصوت ديالنا للمسؤولين والا راه الناس كلهم كانوا مستعدين باش غادي يجيو يوقفوا وقفه وحده وينددوا بالضرر اللي كتشكلوا هذه الوحده الصناعيه بما فيها انهم كيجيبوا الكاميونات ديالهم الحداد الديور ديالنا. ثانيا المنطقه آهله بالسكان زائد هذا الكم الكبير ديال 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 الطوموبيلات والعربات اللي كدوز من هنا زادونا الكاميونات ديالهم بواحد الشكل اللي هو كبير. هاد الطلعه هنايا يلا معايا اخي صورت شوف المخلفات ديال الاسمنت ديالهم لاصقه في الزفت اللي كانت صوبات الجماعه وفرحنا بانه راه داروا لنا واحد 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 الطريق اللي هي اللي هي اللي هي زوينه كندوزوا فيها بالطوموبيلات ديالنا ولينا دابا ولينا بحال كنمشيو في البيست لذلك رفعوا لنا الضرر الله يجازيكم بخير في اقرب وقت.